السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتنا وحبابنا، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. مرحبا بالجميع، مرحبا بالأخ رضا وجميع القنوات، مرحبا بكم ومرحبا بالمتتبعين، مرحبا وألف مرحبا والمتتبعين العزاز، مرحبا وألف مرحبا. وتحياتي لجميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وتحياتي للجالية المغربية المقيمة بالخارج. فيديو اليوم فيديو تضامن مع الأخ هشام خديجة وهشام، لذاك السيد اللي مريض بالسرطان. الله يشفيه يا ربي ويعافيه ويرد له صحيحته ويخليه ديما منور. يا ربي تشافيه وتعافيه، يا ربي يا ربي تشافي تعافيه يا رب العالمين، يا ربي تشافي تعافيه يا رب العالمين، يا ربي تشافي تعافيه يا رب العالمين، يا ربي تشافي وتعافيه يا رب العالمين، يا ربي تشافي وتعافيه يا رب العالمين، يا ربي تخلي صححته، يا ربي تنوره، يا ربي تخلي ديما منور. يا ربي يا ربي يا ربي تشافي من هذاك المرض، يا ربي يا ربي تشافي من هذاك المرض، يا ربي يا ربي تشافي من هذاك المرض، يا ربي يا ربي تشافيه يا ربي، يا ربي تشافيه يا ربي، يا ربي تشافيه يا ربي. وشكرا على المدخول ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده. بغينا نشكروه بزاف على المدخول ديالو في القضية ديال الأخ هشام. شكرا شكرا سيدي، وكنقول لك انت معلم. شكرا فريمو جلالة الملك محمد السادس نصره الله واياده، شكرا لي بزاف بزاف. والله يا فرحنا ملي سمعنا هذا الخبر، هذا فرحنا بزاف وفرحنا لذاك الدريري. الله يسهل الامور مسكين، والله يشافي وعافيه. والله يا فرحت من قلبي، حيتاش كان دارني خاطر عليه وكان دارني قلبي، وقلبي كان مسدود. والله دارني خاطر لواحد الدرجة خيالية. والله شكرا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده. والله يشافي هشام يا ربي، الله يشافي وعافيه. أختي خديجة نحتاجيتي شي حاجة، حنا المغاربة داخل وخارج أرض الوطن معاك، نحتاجيتي شي حاجة ألف مرحبا وألف مرحبا أختي خديجة. على الرأس والعين احتاجيتي شي حاجة، شدي النمرة ديالي ومرحبا وألف مرحبا. والله يشافيه هشام من هاد المنبر هذا، الله يشافيه مسكين وعافيه وخلي صحيحته يا ربي، وخلي لوالديه يا ربي، والله يدير شي تو ديال الخير. ويا ربي نسمعوا لي شي خبر زوينه، وكنتمنى نسمعوا لي شي خبر الخير يا ربي. والله يشافيه مسكين وعافيه وتشافي يا ربي، وتخلي صحيحته وتخلي ليه الأم ديالو والأب ديالو والمرا ديالو يا رب العالمين، وتخلي ليه جميع العائلات ديالو يا ربي يا رب العالمين. يا ربي تشاف من هذاك المرض، يا ربي العالمين يا رب. تحياتي لكم جميع المغاربة، شكرا على التضامن مع الأخ هشام، شكرا لكم داخل وخارج أرض الوطن. شكرا لكم جميعا، كنقول لكم الله يعزكم الاخوات، الله يطول عمركم، الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم اصعب. وشكرا لكم جميعا، كنهدي لكم التحيه من هذا المنبر. وشكرا لجلاله الملك محمد السادس نصره الله واياده وحفظه الله واياده. شكرا بزاف بزاف، والله يا فرحني من سمعت هذا الخبر هذا. شكرا شكرا لي بزاف بزاف بزاف، شكرا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده. والله يا فريم فرحت من سمعت هذا الخبر هذا، باللي غيمشي يتعالج الحمد لله.
أملي الإخوان وصلوا الرسالة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده. ذاك هو الفرحة عندنا والله يفرحنا بزاف والله كثيرة الفرحة اللي فرحنا الأخ هشام والله الله يشافيه مسكين وعافيه وزيد في عمره والله يشافيه مسكين وعافيه يا ربي كنت منه لي شفاء العاجل يا ربي يا ربي يا ربي كنت منه لي شفاء العاجل وشفاء العاجل يا ربي والله يشافيك أخويا هشام ونحتاجيتي شي حاجة احنا المغاربة معاك وتضامن ديالنا معاك أخي هشام والله يشافيك أخويا العزيز وعافيك وينورك ويشافيك من هذاك المرض الخبيث اللي هو مرض السرطان الله يشافي كل واحد جميع المسلمين الله يشافي من المرض ديالهم وعافيهم وزيد لهم في عمرهم يا ربي العالمين يا ربي. انا هذا الفيديو بغيت ندير على تضامن الاخ هشام وخديجة. هذه هي المرأة المغربية مكافحة على ولادها على رجلها. برافو عليك اختي لكن منور اختي خديجة برافو عليك برافو 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 برافو. هذه هي المرأة المغربية اللي كتكافح على ولادها اللي هزة دارها. برافو عليك اختي خديجة سيري هكاك راكي غادي مزيان راكي فقصة ليا شي وحدين شي راك عارف هذوك اللي عندهم سبعة الوجوه راك فقصة ليا ذوك الإنسانيات. برافو عليك برافو 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 هكا خصها تكون المرأة المغربية. برافو عليك أختي خديجة وشابو ليك وهذا التحية خاصة ليك. برافو عليك أختي خديجة والله راك فرحتينا وفرحتي جميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن فرحتهم كاملين. والله يا أختي خديجة ملي شفناك واقفة بالرجل مع الرجل ديالك والله يفرحنا وعرفنا بالله بنات الناس باقين. وبرافو عليك أختي خديجة وبقي هكاك الله يسهل أمورك الله يسهل عليك الله يسهل لك ما أصعب والله يشف لك الراجل ديالك اللي هو أخونا وحبيبنا هشام. احنا واقفين معكم والتضامن ديالي خاص معكم تضامن ديالي خاص معكم وتضامن ديال جميع المغاربة معكم والله يشف الأخ هشام وعافيه. ونحتاجيتو شي حاجة مرحبا وألف مرحبا أختي خديجة ما كاينش كلام ديال المشكل. حنا هذا خوت وكنبقاو خوت في الإسلام وحنا جميع المغاربة متضامنين معاكم حنا واقفين معاكم أي حاجة احتاجيتوها حنا ديما معاكم هذا هو الواقع فهمتوا أختي خديجة حنا معاكم في السراء وفي الضراء. وذوك الكومنتات السلبيين اللي كيكومنتيو عندكم مشغله ما عندكم مشغله ما عندكم ما تمشي تشوفوا باكم ما عندكم تمشي تشوفوا امكم الحماق هذا كان ماشي النيفو ديالي اللي كنتوما فيديو خاص فيديو خاص للكومنتات السلبيين فيديو خاص لكم نتوما بعدا خليت الفيديو الجاي. او برافو برافو الاخت خديجة برافو عليك اختي العزيزة هذه هي المرأة المغربية الحقيقية هذه هي المرأة المغربية اللي هزة دارها واللي هزة عائلتها وهز الرجل ديالها. برافو عليك اختي العزيزة والله ياك فرحتينا والله فرحنا بزاف وفريمو انا بعدا فرحت بزاف ملي سمعت بلال اخي هشام غادي تمشي تعالج برا والله يا فرحت وفرحت وحل الفرحة ما تصوريهاش اختي العزيزة والله برافو ليكم برافو عليكم
وشكرا لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وإياده، والله يشفيه وعافيه وزد لنا في عمره وزد لنا في قدره يا ربي، ويشفيه لنا ويخليه ديما تشفق ريوسنا. أنا الملك فاقس لي العدود وريجين، الملك ديالنا أنا فاقس لي العدود وريجين. كطرطق العدو كطرطق، الملك فاقس لي العدود وريجين. سيدي أنت معلم، كنحبوك أسيدي كنحبوك، وهذا الرأي هادي، هذا الرأي هادي نموت عليها. انا بعدين توفى على دراية هذه، وشكرا لك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وإيده، شكرا لك، وشكرا على المدخول ديالك في القضية ديال الأخ هشام. والله يفرحنا، فرحنا بزاف السيدي، وكنقول لك أنت معلم كما خلاها جلالة الملك. عاش الملك والعزاء للحاقدين والعزاء الجيران السوء، ده هو الواقع. عاش الملك والعزاء للحاقدين والعزاء الجيران السوء، وبرافو لجلالة الملك فاقس لي العدو. تهيا خاصة الملكنا الغالي، عاش الملك، الله يزيد لنا في عمرك يا ربي، تشفيك لينا يا ربي، انت عزيز علينا وانت بانا والاب الروحي ديالنا، كنموتو عليك وكنموتو على المغرب، وحنا ديما مغاربة وغيموتو مغاربة، وكنقولو ديما عاش الملك والعزاء للحاقدين والعزاء الجيران السوء. حنا ديما كنحبو هاد الراية هادي، انا ديما في قلبي هاد النجمة هادي، ديما في قلبي، ديما كاينة ليا في قلبي، ساكنة ليا في قلبي هاد النجمة هادي، ساكنة ليا في قلبي. عاش الملك والعزاء للحاقدين والعزاء الجيران السوء، وشكرا شكرا 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 ليه بزاف سيدي، انت معلم دوريجين، شكرا ليك، وشكرا سي عبد اللطيف الحموشي، شكرا ليه بزاف حتى هو. سي الحموشي هذاك فاقس لي العدو ومخلي لي العدو مبهدل، وبرافو عليك، راك فاقس لي العدو دوريجين. انا بعدا ما كرهتش نتصور معك شي تصويره، ما كرهتش والله، ما كرهت والله، ما كرهتش سيدي. وكنقول عاش الملك والعزاء للحاقدين والعزاء جيران السوء، وشكرا لك سيدي على المدخول ديالك على قبل الاخ هشام، شكرا لك بزاف، انت الاب الروحي ديالنا، ونموت على المغرب، ونموت على الراية المغربية، ونموت على التراب الوطني. احنا كنقولوا ديما عاش الملك والعزاء للحاقدين والعزاء الجيران السوء، احنا ديما 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 مغرب، وعاش الملك والعزاء للحاقدين والعزاء الجيران السوء. مشرق الأنوار، منتدى السؤدد وحدنا، متمدد وحدنا، تشرق الأوطان في العلا، فكرة كل مكان، فكرة كل لسان، في الروح بالجسد هك فتى، لعب نداء في إخوتنا في دمها وحدة النور،
هي إخوتي عليا بين عنا سخايا مجتد الدنيا هنا هنا نحيا بشعر الله الوطن المليء وحلما الحب الأوطى بالعلا كل جنا ذكرى كل لسان بروحي بجسدي هك فتى لاب نداك إخوتي هيا بالهنا سيا مجتد الدنيا هنا هنا نحيا بشعار الله الوطن المليء ما ينصر سيدنا ما يخليه لينا ويخلي ديما تاج فوق عيوننا تشرق الأنوار منتدى السر وحما منتدى السر وحما تشرق الأوطان بالعلا كل جنا ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هك فتى نبى نداء في فتيه الدمع واقترن إخوتي هيا بالعلا سعيا مجتد الدنيا هنا هنا نحيا بشعار الله الوطن المليء الله يشفي الأخ هشام الله يشفي وعافيه وطول عمره الله يشفي وعافيه من المرض الخبيث اللي هو مرض سرطان الله يشفي مسكين وعافيه وزيد لي في عمره يا ربي يا ربي شافي يا ربي وخليه الوليدات والمراه ديالو والام ديالو والخوتو والعائله ديالو يا ربي يا ربي شافي تعافي يا رب العالمين يا ربي يا رب الحسن ينادي بلسانك يا صحاب فرحي يا أرض بلادي أرض الصحراء صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحاب فرحي يا أرض بلادي أرض الصحراء قولك مالاسميك المسيح الخضراء قولك مالاسميك المسيح الخضراء الله 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 مسيرته مشعر ولاده وبناته شعر حزن وحب وغادي تعداته مسيرة أم الشعب ولاده وبناته شعر حزن وحب والغادي سعداته الله 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 سلام
التاريخ مش وطن لحد لسلاح مرتجع لأنه سلام تاريخ مش وطن لحد لسلاح مرتجع الله 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 ويخلينا يا سيدنا عاش الملك بابلغوا عاش الملك بابلغوا صوت الحسنين في لسانك يا صحراء ورحي ارض بلادي ارضك صبحت حره صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء ورحي ارض بلادي ارضك صبحت حره نورك ما لازم يكمل بالمسيره الخضراء نورك ما لازم يكمل بالمسيره الخضراء الله 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 مسيرة أم الشعب أولاده وبناته شعارها السموح والبادي سعادته مسيرة أم الشعب أولاده وبناته شعارها السموح والبادي سعادته الله 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 يشفي الاخ هشام الله يشفي وعافي طول عمره وشفي من هذا المرض الخبيث اللي هو مرض سرطان الله يشفي مسكين وعافي وخلي صحيحته يا ربي تشفي يا رب العالمين يا ربي تشفي وتشفي لنا حتى سيدنا يا ربي تشفي لنا سيدنا وتخليه لينا وتخليه ديما تشفق ريوسنا امير المؤمنين سيدنا الله ينصره وحفظه وربي طول عمره سيدي انت معلم الله اكبر 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 صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء فرحي يا ارض بلادي ارضك سبحت حرها صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء فرحي يا ارض بلادي ارضك سبحت حرها فرحي أرض بلادي أرضك سبحة حرة نور الملازمين بالمسيرة القدرة نور الملازمين بالمسيرة القدرة الله 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 مسيرة أم الشعب بلاده وبناته شعب مسلم وحب والبادي سعداته مسيرة أم الشعب ولاده وبناته شعب مسلم وحب والغادي سعداته الله 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 أنا باقي نعقل كنا عبد الوهاب الدكالي
تحياتي الفنان الخطير عبد الوهاب دكالي، تحياتي الفنان الكبير عبد الوهاب دكالي. تاريخنا مثل الوطن، لا حرب لا سلاح وعزيزة الزمان. أنو سلام تاريخنا مثل الوطن، لا حرب لا سلاح وعزيزة الزمان. الله 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 نتيجة مربوحة. لا حرب لا سلاح أنو سلام لا حرب. تعيا خاصة لخويا حبيبي حاتم عمار، تعياتي لخويا وحبيبي حاتم عمار، الفنان الكبير الفنان الجميل الفنان عمل كلمة خويا حاتم عمار. يلا تحية الفنان الخطير حاتم عمار. سمحولي الاخوان قتلت واحد الشنيولة كنت تدور بيا، سمحولي الاخوان كنت حلي واحد الشنيولة كتدور هنا ولن نفوت عليها. الله يشافي الاخ هشام. اخوان بغيتكم كلكم 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 تامنوا مع الاخ هشام والاخت خديجه، الله يكبر بكم الله يخليكم والديكم. بغيتكم كاملين تدخلوا عند الاخت خديجه، لا قدرت نخليكم الرابط ديال القناه ديالها، اللي عندها شي قناه نخليكم الرابط ديال القناه ديالها وتدخلوا. وسيو الاخت خديجه الله يكبر بكم، الله يخلي ليها هشام مسكين، الله يشافيه وعافيه وربي طول عمره وربي يشافيه يا ربي. وشكرا على المدخول ديال جلالة الملك محمد السادس ناصره الله واياده، الله يشافيه لينا حتى هو والله يخليه لينا ويخلي التاج فوق ريوسنا. عاش الملك عاش الملك عاش الاغواء عاش الاغواء عاش الملك عاش الملك. ما يخلي يا سيدنا ما يخلي يا سيدنا وربي طول عمره. والغادي سعداتو نشيناتو مشعب ولادو بناتو شعر نصيحو
والغادي سعد تود. الله 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 حملين كتاب الله وكنا مستقيم نحونا في الصحراء نستوب واحد دقيقة الإخوان بغيت نقول لكم عافاكم وجزاكم الله خير. دامنا مع الأخ هشام الله يكبر بيكم. بغيتكم كلكم 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 تكتبوا هنا عندي لتحت في الكومنتات تكتبوا الله يشفي الأخ هشام 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 الله يشفيه وعافيه وربي طول عمره الله يشفيه وعافيه. بغيتكم كلكم 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 هنا تحت الكومنتات تكتبوا الله يشفي الأخ هشام الله يشفيه وعافيه وربي طول عمره الله يشفيه وعافيه ويبعد هذا المرض الخطير الله يشفيه الله يشفيه الله يشفيه. بغيتكم كلكم وكل صاحب قناة اكتب الله يشفي الأخ هشام الله يجزيكم بخير. القناة ديال خويا ياسين القنيطري سيمو تركيا أمينة ستيل تاتا بديعة شكون تاني زاكية من تاتا بديعة. بغيتكم كلكم كلكم تدعمنا مع الأخ هشام عندك الأخ ريدا ريدا وريدا طنجاوي عافاك تكتب هنا لتحت كلنا هشام الله يشفيه وعافيه. وكلكم بغيتكم تهجموا على الأخ هشام وتكتبوا لي الله يشفيه الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك جزاكم الله خير. مسيرتنا الخضراء نتيجة مفتوحة مسيرتنا الخضراء نتيجة مربوحة أمن وسلام تاريخنا الوطن لا حرب لا سلاح أمن وسلام حج الحمدوية الله 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 وكذا مصطفى الدسوكين فدا الله يرحمه مسكين الله يرحم الفنان الكبير الله يرحمه مسكين الله يرحم الأستاذ الكبير اللي هو مصطفى الدسوكين الله يرحمه مسكين ويوسع عليه. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لساني نادي بلسانك يا صحراء فرحي يا أرض بلادي أرضك سبحك حرة حساني نادي بلسانك يا صحراء فرحي يا أرض بلادي أرضك سبحك حرة إخوان
بغيتكم جميعا تهجموا على الاخ هشام وتقولوا ليه الله يشافيك وعافيك وربي يشافيك وعافيك. بغيتكم كلكم هنا لتحت تهجموا وتكتبوا الله يشافي الاخ هشام، الله يشافي الاخ هشام، الله يشافيه وعافيه، الله يجزيكم بخير. بغيتكم كلكم تضامن مع الاخ هشام وحتى القنوات صغار وكبار، بغيتكم كلكم تضامنوا مع الاخ هشام. ودابا غادي نطاقي جميع القنوات اللي كنعرف، بغيتكم كلكم تضامنوا مع الاخ هشام، الله يجزيكم بخير وجزاكم الله خير. بنادو شعر نصر محوب والغادي سعداتو مسيركم مشاق. بنادو شعر نصر محوب والغادي سعداتو ما ينسى سيدنا. فيف لاخوة، فيف لاخوة، عاش الملك. خضراء مفتوحة نو سلام تاريخ لحم عزيز انا سلام الله يا ساقيه الحمراء لي عيني يا ساقيه الحمراء لي والواد الوادي يا سيدي عيني يا ساقية الحمراء ليا الواد الوادي يا سيدي الواد الوادي الواد الوادي الواد الوادي يا سيدي باي اخوان. غادي نقول لكم الله يجزيكم بخير، تضامنوا مع الاخ هشام، الله يكبر بكم. غادي نقول لكم الى اللقاء وفيديو قادم، معكم الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم اصعب.